وصل يا معلم. التشتوم منيح؟ أكيد. خليه يفوت. بأمرك. ده بيجي على الموت برجليه. جاي احتمي فيك يا كبير. اسمع يا ولد، ملاعيبكم الوسخة هاي بتعملوها مع ابو سام ما بتعملوها معي. بس يا معلم. طارق! زكوان! خذوا له هذا الكلب ودفنوه برات المزرعة. لما اجيت لعندك برجليه كنت حاسب على الحساب. لا يا سيدي وجهز له. بس الواحد لما بيجي لعند الكبار اللي مثلك بيطمع بكرمهم. وانا يا ابو مصطفى بدي منك تسمعني دقيقة واحدة. بعدين ليكني عندك وبين رجالك. اعمل اللي بدك اياه. دقيقة واحدة معك. قول. الحكام كان مفكر حاله محور الكون، ولما انتهى قرر ينهي كل شيء حوله. يا حزرك، مين أول واحد قرر ينهي؟ ساعده، هو اللي مدله إيده، اللي حلل له ألف قصة بقصة، اللي هو أنا. قرر يحرقني بالنار وأنا على الأرض. بس يا أبو مصطفى، ربك لما يريد ويد القدر لما تنمد، مين كتب لك عمر؟ لهيك أبو مريم حاش. وأنا وعم بتعالج فكرت باللي صار معي بحياتي. طلعت غلطان غلطة واحدة بس، بتعرف شو هي؟ أني حاطت كل طاقتي مع الشخص الغلط، وبحسبة صغيرة لقيت أني لازم أكون عندك، وهي أنا بين إيديك. طيب، وأنا شو استفيد من حمايتك؟ قصدك إذا شغلتني معك هون في أرشيف كبير لكل اللعيبة، اللعيبة الكبار طبعاً، بيهمك تعرفه كلياته، وبظن إنك فهمان علي. وليش لليوم لحتى جيت؟ صار لي سنة عم بتعالج، ومبارح لحتى طلعت من المشفى. شو عرفك إني هون؟ ما بعرف إنك هون، بس المفترض إني ما أروح لعندك على البيت، لأنه العيون معباية وين ما كان. وأساساً اللي بيعرفوا أني عايش بينعدوا على أصحابي. تليفونك. Tsunami.